طيب أستاذ الأيوبي، خبراء حذروا من انفلات أمني قد يسود في لبنان، ولا سيما أن حوادث اقتحام المصارف تكررت أكثر من مرة، 10 مرات بحسب ما ورد على وسائل الإعلام تم اقتحام المصارف اللبنانية. هل بالفعل هذا الوضع ينذر بكارثة أمنية يمكن أن تحل اليوم على لبنان؟ يعني كل يريد أن يأخذ حقه بيده، ما يعني الفوضى. المصارف وحدها لا يمكن أن تنتج فوضى، يعني الإشكالات على الجانب المالي بهذا الشكل لا يمكن أن تنتج فوضى أمنية بالمعنى الواسع للكلمة، إنما نحن نتحدث ربما عن الآثار الاجتماعية والأمنية لفقدان الناس كامل حقوقهم. عندها نعم يمكن أن نشهد حالات انفلات اجتماعي خطيرة، لكن أنا أعتقد بأن الخطر الحقيقي على الأمن هو دخول آلاف العراقيين من الحشد الشعبي إلى لبنان بدون أي مبررات، وهم يعني وصلوا تقريبا إلى قرابة 18,000 من دون أن يعلم أحد هل سيغادرون الأراضي اللبنانية أم سيبقون فيها. كل هذا في يعني تحت عين الدولة اللبنانية ومن دون أن يتكلم أحد. في الواقع هنا الخطر على الأمن اللبناني، وليس على مودع مسكين أو سيدة مسكينة تريد أن تستوفي حقها لعلاج أختها مثلاً.